برحب بيكم مشاهدينا الكرام في كل مكان ببرنامج عبر الكتاب قناه الحياه برحب بمداخلاتكم باستفساراتكم حول موضوع هذا اليوم برحب بيك دكتور اشرف عزمي اهلا بيك اهلا بيك يا اخ بيتر وكمان برحب بكل الاخوه المشاهدين لبرنامج عبر الكتاب والقناه الحياه بصفه خاصه في كل مكان اهلا بيك بذكركم سريعا بموضوع الحلقه اللي فاتت ليها علاقة شوية بموضوعنا برضو في هذه الحلقة الجديدة احنا الحلقة اللي فاتت كنا واخدين بشكل عام آه وتفاصيل ايضا وعرضنا أكثر من فيديو حول مهاجمين ومن يتهمون الكتاب المقدس بعدم صحته وبتحريفه واعترضنا آه وتكلمنا حول هذا الموضوع من واقع كلمة الله دكتور أشرف الحقيقة قدم لنا ردود كافيه جدا للي حابب يرجع للحلقه اللي فاتت خاصه بالعهد القديم. النهارده احنا هنحط نفس العنوان هل تم تحريف الكتاب المقدس ولكن بخصوص العهد الجديد؟ هنشوف الاعتراضات شكلها ايه؟ هنشوف الاتهامات شكلها ايه؟ هنشوف الاسئله، هنشوف ايضا فيديوهات هنبدا بيها حول تاييد صحه كل مخطوطات العهد الجديد وهنشوف اكتر تفاصيل مع الدكتور اشرف عزمي برحب بيك مجددا يا دكتور اشرف اهلا بيك المره اللي فاتت ما قدرناش نخلص كل الحاجه اللي كانت عندنا ووقفنا عند مخطوطات قمران وخدناها كده في عجاله م. فانا حابب ارجع لمخطوطات قمران قبل ما ندخل على الجديد المخطوطات العهد الجديد يعني معانا فيديو اه هناخد الاول هتفرج على الفيديو بس الاول ها هقول كام حاجه اتفضل آه المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اكتشاف مخطوطات قمران وعرضنا فيديو كان بيقول انه مخطوطات قمران آه مخطوطات قمران آه كانت آه اكتشفوها وقعدت خمسين سنة مخبيينها وبعدين طلعوها وبعدين شفنا عالم آه من علماء المخطوطات في جامعة اليرموك وهو الدكتور عمر الغول م. وكان بيقول أنه المخطوطات في أول سنتين طلعت اللي توفر منها طلع وتم ترجمته والإعلان عنه لكن في مخطوطات اللي اكتشفت بالأخص في المغارة رقم أربعة واكتشفوا حوالي عشر ألف قصاصة دي طبعا بتحتاج سنين وسنين وفلوس وعلماء عشان بس يجمعوا مش يعني يعني ربطوا ال ألف او اكثر قصاصه دي ازاي تتربط مع بعض. لكن المخطوطات قمران زي ما قلنا اكتشفت سنه 1947 وتم نشرها في بدايه الخمسينات اللي اكتشف اهميه مخطوطات قمران وده الجزء اللي يهمني جدا لانه المخطوطات اللي كانت موجوده او اللي تم على اساسها طبع النسخه العبريه للعهد القديم هي المخطوطات المازوريه اللي بتعود الى سنه 900 ميلاديه. وكان السؤال يا ترى هل المخطوطات دي اللي هي بتعود الى سنه 900 ميلاديه مخطوطات اصليه بمعنى بمعنى انها ما اخطاء ولا تم تغييرها وتم تحريفها؟ لما اكتشفت مخطوطات قمران اللي هي بنرجع بالزمن بقى الى القرن الثاني والثالث قبل الميلاد يعني الفتره الزمنيه ما بين مخطوطات قمران والنص العبري احنا بنتكلم حوالي يعني بسهوله 1100 1200 سنه تمام كويس لما اكتشفوا مخطوطات قمران ودي تعتبر اعظم اكتشاف مرتبط بالكتاب المقدس في القرن في القرن الحديث كله. ويعتبر أحدث اكتشاف ولا ويعتبر في أحدث, أحدث اكتشاف؟ أحدث من حيث الكمية، حيث الكم. بعد سنة 47 في, آه اكتشافات في اكتشافات تانية؟, تانية. مخطوطات أخرى لكن من حيث الكم م. والهائل لمخطوطات مرة واحدة وفي مكان آه قريب من بعض آه. واحد آه كان مخطوطات قمران. تعود أهمية مخطوطات قمران أو البحر الميت إلى قدم عمرها. م. فهي تعود الى القرن الثالث والثاني قبل الميلاد. قبل الميلاد. كويس؟ ودي دي اهميه كبيره. تحتوي مخطوطات قمران على كل العهد اسفار العهد القديم فيما عدا سفر استير. دي. اه حضرتك ذكرت اه يعني يمكن السفر الوحيد اللي مش موجود منه قصاصه او موجود منه جزء من المخطوطات بتاعت قمران هو آه سفر استير، لكن كل العهد القديم من التكوين لحد ملاخي والانبياء الصغار الى غيره. مم. الحاجه الثالثه بعض الاسفار وجدت كامله. مم. يعني في في سكرولز او في درج وجد كامل. سفر اشعياء وجد كاملا مم. في مخطوطه واحده في درج واحد وده يعتبر من الاكتشافات العظيمه جدا. بجانب طبعا آآ يعني آآ مئات المخطوطات الأخرى لكن بجانب حوالي 14 ألف قطعة صغيرة تم اكتشافها في الكهف رقم واحد والكهف أربعة استطاع العلماء معرفة أكثر من 380 مخطوطة من مخطوطات أسفار العهد القديم كما احتوى كهف اثنين على أكثر من 180 قطعة من المخطوطات الكم الهائل دوان احنا النهاردة تم طباعته وموجود في مجلدات حوالي يمكن 11 12 مجلد ضخم لمخطوطات قمران بجانب انه لو دخلنا على الويب سايت هنجد انه في ويب سايت خاصه ب ديد سي سكرولز او مخطوطات قمران بمخطوطات البحر الميت وتقدر ان انت كل قصاصه تقدر تشوفها وتشوف ترجمتها م. بالانجليزي او بالعربي او بالالماني او بالفرنساوي تقدر تشوف الترجمه تقدر تكبر التكست تقدر تمشي حتى خلال على كل مخطوطه اشعياء من بدايتها لاخرها تزوم انك تكبر انك تشوف ترجمه yeah. انك تشوف الكلمه العبري تقدر انك تعمل كل ده موجود ديجيتال على على ديد سي سكرولز ودي عملها آه يعني آه آه دار الاثار الـ 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 الاسرائيليه mm. آه طبعا بنشكر ربنا انها محفوظه في اماكن آه. امان لانه اذا كانت في اي مكان معظمها موجود في اسرائيل معظمها اه معظمها طيب وادي قمران نفسه موقوف آه وادي قمران في الاردن في الاردن اه مم. لكنه المخطوطات نفسها معظمها موجود في اسرائيل وطبعا مهتمين بيها معلش يعني لو عف عجال انا عارف ان الموضوع فيه تفاصيل كتير ازاي في الوقت ده عطروا عليها ازاي اكتشفوها قصه اكتشافها قصه كان في رعاه بيرعوا واغنامهم وحسب القصص المعروفه كانت كلها في يعني لو رحت للصوره خلينا اوريك الصوره أه. بتاعه الكهوف اهي ده مثلا ده كهف من الكهوف، شاف منطقة جبلية رملية صعبة فبيرعى الاغنام بتاعته واكتشف كهف من الكهوف حسب بعض القصص انه كان بيرمي طوب فسمع فكت... صوت حاجة بتتكسر فشدوا الصوت دخل لقي الجارز دي الزلع دي موجودة في ال... في ال... في الكهوف فبدا يفتحها لقي فيها كتابات قديمه هو ما يعرفش ايه قيمتها بدا يبيعوها للتجار الاثار تجار الاثار بداوا يعرضوها على بعض الخبراء بدات تتباع النسخه بكذا ومش عارف النسخه بكذا و... على انها اثار اه طبعا آه. على إن... لان وكمان انت بتتكلم على سنه 47 48 لما اولا كانت لسه الدوله الاسرائيليه في نشاتها آه. وكان في حروب كتيره آه. والمنطقه كانت انستابل آه خالص واللي عايز يتاجر في اي حاجه يتاجر ويعني بسهوله م. فوصلت ال... 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 دي لايد ناس آه في الغرب اشتروها وبعدين بعد ما الدوله الاسرائيليه طبعا ستيبلت وتؤسست آه. وبداوا يرجعوا ويشتروا الحاجات دي يعني يبعتوا سماسره بفلوس كتيره يشتروها م. من م. من تاجر وبعد التاجر آه. ياخدها يرجعها يروحوا يعني وما زالت محفوظه وما زالت محفوظه ما محفوظه بعدها محفوظ في اماكن امنه جدا راحتش اوروبا آه. 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 راحت وبتيجي أوقات كاليفورنيا yeah. يعني آه. من سنتين كانت موجوده في إكسبيشنز هنا في معرض لمخطوطات البحر الميت آه. كان موجود في كاليفورنيا بيجيبوا المخطوطات و... 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 والناس تدخل وتتفرج عليها. رائع فدي قصه اكتشاف مخطوطات مم. صفر اشعياء مخطوطه صفر اشعياء وجدت كامله وتعود الى القرن الثاني قبل الميلاد. مم. ايه بقى اهميه المخطوطات دي؟ مم. اهميه المخطوطات زي ما انا بقولت انا عندي كتاب آه آه عهد قديم من التكوين لملاخي معتمد على النص العبري اللي عملوه المازوريين م. في القرن التاسع الميلادي كويس فكان اي حد يقول لي اه بس ده انت ده المخطوطه دي بتعود للقرن التاسع الميلادي ايش ضمنك ان المخطوطه دي هي نفسها المخطوطه اللي كانت ايام المسيح هي نفسها المخطوطه اللي كانت موجوده قبل كمان ايام المسيح ده سؤال مشهور جدا فكان دايما الشك في م. مصداقيه النص العبري م. لما اكتشفت بقى المخطوطه م. فخدوا النص ده وحطوه مع المخطوط لما اكتشفت مخطوطات قمران مخطوطات قمران فهاخد اشعياء من هنا وهاخد اشعياء الـ 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 الدرج اللي انا اكتشفته م. اللي بيعود للقرن الثاني قبل الميلاد وهحط كلمه قصاد كلمه وادرس الاثنين مع بعض دي بقى اهميتها ده اوريدي حصل اه طبعا دي الاهميه القصوى بتاعه هذه المخطوط اهميه هذه المخطوطات هو تطابقها الكامل مع المخطوطه الماذوريه فانت وجدت هنا تطابق ما بين الاثنين والتي تعود الى القرن الثامن الميلاد اي بعد اكثر من الف عام ما زال النص الكتابي كما هو لم يتغير فيه شيء على الاطلاق. أوه. نسبه الاختلافات أوه. احنا في مخطوطات قمران في اختلافات بعض العلماء بيقولوا لنا انه تصل الى 5120 اختلاف. طبعا لما بتسمع الرقم 5120 رقم كبير انت عندك الاف المخطوطات كويس ولو عندك مثلا اختلاف في حرف في مخطوطه متعاد في كذا مخطوطه يبقى انت بتعد ال... الاختلافات دي اساسا اختلافات في اساسها اختلافات هجائيه معتمده على الاختلاف في الهجاء الكلمه ونتيجه النسخ يعني ممكن الناسخ في حروف متشابهه ممكن يعني يغلط في كتابه حرف بدل حرف او يكتب كلمه بحرفين بدل حرف يعني فكلها اختلافات هجائيه لا تؤثر من قريب او بعيد على النص وعلى ما يقدم النص الكتابي من حقائق وايمانيات وده اللي اكده الدكتور عمر الغول وهو بيتكلم عن أهمية مخطوطات قمران خلينا نشوف, نشوف الفيديو, في الفيديو ده بيقول لنا فيه إيه ونكمل مع بعض طيب ال 5120 فارقا الأخرى كما قلت بعضها كلمة بعضها أكثر بعضها أقل بعضها عبارة بنفس المعنى بالآرامية وما شابه النتيجة بالإجمال ما عدا حكاية سفر إرميا أن في الإجمال أن بناء العهد القديم كما نعرفه لا يختلف كثيرا عن بناء العهد القديم كما هو موجود في مخطوطات الميت بمعنى آخر فيما يبدو أن هذه الحركة الخصبة ما عدا سفر إرميا اقتصرت على التفاصيل أما العهد القديم في بنائه عموما فيما يبدو بما أن المخطوطات لا ترجع إلى أبكر من القرن الثالث قبل الميلاد ما يبدو ان مخطوطات البحر الميت است او اسف العهد القديم استقر في بنائه قبل القرن الثالث. يعني بمعنى اخر بدنا ننتظر اكتشاف ثاني تطلع معنا نصوص من القرن الرابع قبل الميلاد مثلا ولا الخامس قبل الميلاد لنرى ان كانت ان كان بناء العهد القديم يختلف. اما في القرن الثالث ما قبل الميلاد فيما يبدو لا توجد فروقات كبرى هذا، هناك نص واحد لم نعثر عليه، يعني صفر واحد في في مخطوطات في بحر ميت وهو صفر استير. ما عدا ذلك عثرنا على العهد القديم كاملا. يبقى دي شهادة عالم، ده واحد دارس المخطوطات وبيدرس المخطوطات. بيقول بالضبط انه اللي طلعنا به من مخطوطات قمران انه الكتاب العبري اليهودي او اليهوديه اللي كانت اتبنت على مخطوطات المازوريه لا تختلف عن اللي كانت موجوده في القرن الثالث الميلادي النص واحد وده دي شهاده طبعا زي ما قال انه سفر استير ودي حقيقه سفر استير مش موجود لكن عندنا كل العهد القديم متضمن في مخطوطات قمران وكمان سفر ارميه طبعا احنا عندنا موضوع سفر ارميه ده ممكن ناخذ عنه يعني فقره في حلقات اخرى لكن سفر ارميه فيه بيسموها النسخه القصيره والنسخه الطويله يعني في في نسخه اقل من النسخه الحاليه وده غالبا له العلماء انه لما اتكتب سفر ارميه واعطي ليه ياقيم الملك وبعدين حرقوا رماه في الاتون اللي في قدامه وهو بيتدفى لما اتغاظ من كلام النبوه اللي موجود راح قطعه ورماه في الاتون فربنا قال له ايه قال له اكتب بالظبط انا همليك وتكتب نفس الكلام اللي كان موجود وكمان هزيد عليه فعندنا نسخه لنفس الكلام وعندنا نسخه لنفس الكلام وما يزيد عليها يعني آه لكن تمام. هذا لم يؤثر على النص الكتابي بالعكس مخطوطات قمران برهنت على صدق النص الكتابي وحفظ النص الكتابي وبرهنت أيضا على أمانة النساخ أنه حتى بعد مئات السنين زال النص كما هو لم يتغير رائع جدا واكيد في علماء كتير جدا أمناء مع, الـ مع الـ ما نطرحه وأكيد بيأيدوا كلام حضرتك برضو وبيأيدوا كلام الدكتور عمر, عمر. النهارده موضوعنا بقى نبتدي احنا لسه كل ده ما دخلناش في الموضوع <applause> يعني احنا بنكمل اللي ما يختص وما يخص العهد القديم في اخر فيديو حضرتك كنت عايز تعرضه لنا الحلقه اللي فاتت م. وعرضنا النهارده بنتكلم عن هل تم تحريف مخطوطات العهد الجديد ده سؤال الحلقه النهارده ده و... ده سؤال مهم جدا سؤال كبير جدا بنتكلم عن مخطوطات العهد الجديد احنا اه اه بنتكلم على كم اكبر وسكوب اوسع من من العهد القديم من حيث المخطوطات والكم بتاعها، لكن قبل ما اتكلم عن المخطوطات حابب ادي بس فكره بسيطه عن متى كتب العهد الجديد لأنه ده يساعدنا. العهد الجديد الرب يسوع له كل المجد صلب بحسب التاريخ سنه 70 ميلادي 30 ميلادية لانه يعني دي ليها حساب حسابات اخرى لكنه سنة 30 ميلادية اكتمل كل العهد الجديد ال 27 سفر حوالي سنة 90 أو 92 ميلادية كويس فمعظم أسفار العهد الجديد كتبت قبل ذلك ب 20 أو ب 30 سنة يعني أنت عندك الأناجيل ورسائل بولس اتكتبت في يعني أنا كان أحط جدول للأشياء دي لكنه أنت بتتكلم مع نهاية الأربعينات وحتي السبعين سنه كان معظم العهد الجديد كان اوريدي اتكتب اعتقد باستثناء يوحنا باستثناء يوحنا وسفر الرؤيا هو اللي جه متاخر م. كمان معظم علماء العهد الجديد يؤكدوا على ان انجيل مرقس كتب م. سنه 65 او 64 65 وانجيل لوقا قبل سكوت اورشليم اي قبل سنه 70 وانجيل متى ايضا قبل سنه 70 يعني اقدمهم مرقس اقدمهم مرقس لذلك يتهم بكتبص. هنتكلم بص. عن الجزء آه. ده آه. آه اكيد الاناجيل الثلاثه كتبت في وقت كان فيه كتير من شهود العيان احياء شاهدوا شخص المسيح راوا اعماله وسمعوا تعليمه م. فانا النهارده جيت مثلا اكتب انجيل انا النهارده لسه انا انا عشت احداث سبتمبر 11 مم. كويس؟ وكنت في معاصر كنت معاصر ليها وكنت لو هقول مثلا لو 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 انا ساكن في نيويورك هقول ان انا ايه شفتها بعيني مم. مش بس سمعت عنها وشفت الناس وشفت الابراج وهي بتقع وشفت الطيارات وهي بتدخل وشفت كل التفاصيل دي لما اجي النهارده اكتب او بعد 20 سنه اكتب عن الحدث دون اي حاجه هكتبها اللي شفته بعينك هكتب اللي انا شفته لكن في نفس الوقت مصداقيتي هياكدها او ينفيها شهود العيان اللي موجودين بالالاف تمام هم ما ماتوش تمام امتى بقى ممكن الامكانيه للتغيير لو جيت بعد مثلا 100 او 150 سنه وجي واحد بعد 100 سنه من الحدث او 150 سنه من الحدث وقال انا هكتب عن ايه عن سبتمبر 11 شهود العيان كانوا ماتوا مش موجودين م. فنسبه المصداقيه بتاعته مش هتبقى زي اللي بيكتب وشهود الاعيان الاعيان زي ما, الأعيان زي, ما زي ما بيقولوا اللي شاف افضل من اللي سمع بالظبط يعني أه. انا النهارده كتبت مثلا حاجه عن سبتمبر 11 م. كل الناس هتقراها هيجي واحد يقول على فكره الجزء ده غلط ليه لانه البرج الاولاني انا شفته وقع قبل البرج الثاني آه آه. والطياره دي دخلت الساعه كذا والطياره دي دخلت الساعه كذا والساعه والدقيقه كذا وفي طياره خبطت في البنتاجون والى و... اخره هو قال لك مثلا اوصف لي بما انك شفت وصف لي الناس وهي بتجري بقى الموضع بالزبط. ايه والناس العيان اصعب حاجه انك تكتب حاجه كذب لما يكون في شهود عين كثيرين بالظبط مش هتقدر م. يعني يعني م. يعني حتى يعني ده 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 الاسلوب فلما نقول ان الاناجيل الثلاثه كتبت لما كان في شهود عيان كثيرين ده بياكد لنا مصداقيه الاناجيل حاجه تانية خلي بالك انه بولس في كورنثوس الاولى 15 لما كان بعض الناس بترفض قيامه المسيح ولا تؤمن بالقيامه بتاعه المسيح بالجسد انه بولس لما بدا يؤكد على قيامة المسيح ما قال انه الاول انه لو المسيح لا لم يكن المسيح قد قام فباطل ايماننا لا ده بدا وقال لهم انه الانجيل الذي تسلمته إنه الرب يسوع مات وقبر الرب يسوع قام وظهر طب ايه اللي يثبت يا بولس انه ظهر اه ظهر لفلان ولفلان 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 وبعدين ظهر لاكثر من 500 اخ وحتى عباره تقفل اي نقاش واكثرهم باقين يعني ايه يعني انتم مش مصدقيني تروحوا م. للاحياء دول م. وتسالوهم اه فده مصداقيه الحدث كويس فانا عندي الاناجيل كتبت لما كان شهود العيان احياء م. سواء اليهود او الرومان أوه. أعداء المسيح والذين امنوا بالمسيح مم. كويس الشعب اللي رب... الرب يسوع شفاه والجموع اللي قالت للرب للي... لهيرود لبلاطس اسلوبه اسلوبه موجودين مم. تاريخ كتابه اعمال الرسل هو نفس تاريخ كتابه انجيل لوقا اذ ان لوقا واعمال الرسل مجلد اول ومجلد ثاني لكتاب واحد. مم. واحد كويس مم. لما اجي آه لي آه يؤكد العلماء أن لو أو أعمال الرسل كتب مباشرة بعد السنتين اللي أمضاهم الرسول بولس تحت الإقامة الجبرية في روما سنة 60 إلى 62 إنجيل يوحنا كتب في نهاية السبعينات والرؤية كتب مع بداية تسعينات. التسعينات. ومن خلال علماء العهد الجديد نقدر نحط الجدول دون نقول أنه أول رسالة كتبت كانت رسالة غلاطية سنة 48 وجي بعدها تسالونيك الاولى وتسالونيك الثانيه 51 وكرونس الاولى وكرونس الثانيه سنه 54 56 روميا اتكتبت سنه 57 افسس وفيليبي وكلوسي وفيليمون من 60 ل 61 الرسائل الرعويه من 64 ل 65 رسائل يوحنا الثلاثه 90 91 سفر رؤيا 92 فاحنا عندنا العهد الجديد دي نقطه انه اللي بيميز بقى مخطوطات العهد الجديد عن اي مخطوطات اخرى موجوده مش بس من حيث الكم لكن في حاجتين بيميزوا مخطوطات العهد الجديد الفتره الزمنيه بين كتابه المخطوطه الاصليه وبين المخطوطه التي وصلتنا منها قصيره جدا يعني ايه لو انا لو انا عندي انجيل يوحنا اتكتب سنه 70 كويس واتنقل راح آسيا الصغرى وراح مصر وراح مش عارف إيه وراح فين وراح فين. وجيت أنا اكتشفت مخطوطة مخطوطة تعود إلى سنة 130 ميلادية لإنجيل يوحنا، لجزء من إنجيل يوحنا. امم يبقى الفترة الزمنية ما بين النص الأصلي اللي هو سنة 70 والمخطوطة اللي بين إيديّا كام سنة؟ 60 سنة 50 ست، آه 50 سنة 50 سنة كويس؟ 50 سنه فتره قليله جدا في عمر المخطوطات فتره قصيره جدا لا تقارن م. بفترات اخرى م. فالفتره الزمنيه ما بين النسخ اللي موجوده وما بين الفتره اللي اتكتبت فيها فتره زمنيه غدا حضرتك تقصد يعني ان ده دليل على مصداقيتها بالظبط اه ما فيش و... ما فيش لعب مع... يع... مع اه يعني ما فيش لعب فيها غنى العهد الجديد من حيث المخطوطات العهد م. الجديد عندنا مخطوطات تتعدى ألف مخطوطه العهد الجديد العهد الجديد عندنا حوالي أنا أتكلم عنها لكن عندنا حوالي 5700 مخطوطة يونانية أما أتكلم عن اللغة اليونانية بتكلم عن اللغة الأصلية اللي اتكتب بها عادة 5700 مخطوطة يونانية عندنا 10,000 مخطوطة لاتينية عندنا 9300 مخطوطة تعود لترجمات أولية زي السريانية والقبطية والترجمات الأخرى فمجموع المخطوطات أه يعني أه خمسة وعشرين ألف مخطوطة طيب أه هوريك جدول بس مقارنة كده ما بين عدد المخطوطات وما بين الفترة اللي اتكتبت فيها ما بين مخطوطات الكتاب المقدس ومخطوطات أه موجودة عندنا العهد القديم ولا الجديد؟ العهد الجديد الجديد؟ اه أوكي. لما نبص مثلا خليني آخذ أه اخد بعض الاسماء المشو... الشهيرة هنا مم. هاخد افلاطون، كلنا نعرف افلاطون ودرسنا فلسفه افلاطون الى اخره. افلاطون عاش من الفتره 427 قبل الميلاد الى سنه 347 قبل الميلاد. كويس؟ ده فتره اللي عاش فيها. طيب لما عاش هو كتب او تلاميذه كتبوا مخطوطات ما احنا عرفنا الفلسفه بتاعته ازاي؟ من خلال كتابات والكتابات تلاميذه. طيب هل عندنا مخطوطات بقى ترجع لقبل الميلاد ايام افلاطون؟ لا ما عندناش. طب ايه اقدم مخطوطه موجوده لافلاطون ترجع لسنه 900 ميلاديه؟ م. الفرق الزمني ما بين الوقت اللي عاشه افلاطون والمخطوطه اللي ما بين ايدينا النهارده 1200 سنه. كتير. طب عدد المخطوطات كام؟ اونلي 7. ياه بس. بتكلم على افلاطون اللي احنا بقى ايه بنتكلم عن فلسفته وبندرس فلسفه عمرنا وعمرنا ما نشك في اللي قاله وبنسندق احنا بنعلمها في الجامعات يعني كله اه اتس يعني و... امر مسلم فيه فيه فيش شك فيه آه. هاخد مثلا واحد تاني زي هيروديتس اللي هو عبارته المشهوره انه النيل هبت او مصر هبت مصر النيل هيروديتس كان مؤرخ وعاش سنة 480 قبل الميلاد إلى 425 قبل الميلاد أقدم مخطوطة تعود إلى سنة 900 ميلادية يعني الفرق الزمني حوالي 1300 سنة طيب عندنا كم مخطوطة؟ 8 يا إلهي 8 بس أكمل الجدول هديك أمثلة أخرى وإحنا في الأنجيل حضرتك ذكرت بنتكلم على فرق 50 سنه بالظبط و25000 مخطوطه هديك ارسطو مين ما يعرفش ارسطو كلنا نعرف ارسطو ارسطو كان سنه 384 م. الى سنه 322 أو ده واحد من ال واحد من العمالقه اقدم مخطوطه لارسطو تعود الى سنه 1100 ميلاديه بعد ارسطو بكم سنه بعد ارسطو ب 1400 سنه طب عدد جاي. المخطوطات شويه كتير 49 مخطوطه يا الهي برضه زمن فرق طويل كويس؟ آه. اخد العهد الجديد انا حاطط العهد الجديد في الاخر مم. اهو العهد الجديد العهد الجديد اتكتب امتى؟ من سنة 48 إلى سنة, سنة 92 92 أحدث حاجة كويس؟ طب المخطوطات اللي اكتشفت الأقدم مخطوطات بتعود إلى 1000 سوري 130 آه ميلادية دي الأقدم دي أقدم مخطوطة وأخرهم وأخرهم لا يعني القرن الثاني والثالث والرابع آه. مليانين مخطوطات كويس؟ فانت عندك اقدم مخطوطه بتعود الى سنه 130 ميلاديه م. طيب الفرق الزمني ما بين المخطوطه دي وما بين النص اللي اتكتب 70 سنه طب عندي كم مخطوطه يونانيه 5700 مخطوطه يونانيه طب نسبه المصداقيه بقى مقارنه بالباقيين كام 99% الفرق قليل جدا يعني ونيجي النهارده ونيجي النهارده نشك في يعني ما هو ده العقليه اللي بترفض كلمه الله ومش عايزه تصدقها بتجد اي اكسكيوز انها تعمل بيها كده، مع انه اذا طبق نفس المبدا على حاجات تانية كثيره مش مش هيتم، يعني لو هو خد ارسطو عمره ما بيشك في ارسطو، ولا عمره ما يشك في افلاطون، انما لانه رافض المسيح فيبدا يشك بالرغم من انه الادله الكثيره على صدق النص الكتابي لا تقارن من حيث الكم والزمن والى اخره باللي كتبه ارسطو او اللي موجود عن افلاطون لا والحقيقه الحسبه اللي, اللي حضرتك شرحتها لنا بيها دلوقتي دي دي انا اول مره في حياتي اشوفها طبعا واسمعها. ثاني حاجه منطقيه بعيد عن اي تعاطف يعني حضرتك مسكت ارسطو وافلاطون اكبر الناس اللي العالم كله ما بيشكش باي دوله ما فيش حد بيشك في كلامهم. فرق الزمن الكبير اللي ما بين ميلادهم ومخطوطاتهم وعدد المخطوطات القليل جدا والفرق الشاسع ما بينهم وبين الأناجيل يعني بالزبط. أيهما يصدق أكتر بالزبط. أيهما أصدق عشان يعني. كده لو رحنا إلى إنه يوجد اليوم عندي 5700 مخطوطة يونانية للعهد رقم الجديد كبير جدا تتراوح في الحجم بين أجزاء صغيرة تحتوي على عدد صغير من الآيات ومخطوطات كبيرة تحتوي على كل العهد الجديد م. عندي 170 منها أجزاء من البردي و2754 مخطوطة مكتوبة بالأحرف المشبكة كويس و266 بالاحرف المفرده الكبيره اللي هي الكابيتال او السمول باللغه اليونانيه أوه. كما يوجد حوالي 10000 مخطوطه لاتينيه مم. وعندي 9300 مخطوطه قديمه باللغه السريانيه والاثيوبيه والقبطيه والاراميه واللغات الاوروبيه القديمه والعربيه؟ العربيه دي بقى بعدين يعني آه شويه متاخره ما تقدرش تعتمد عليها ترجمت من ايه؟ ترجمت من ال... بعضها ترجم من اللاتيني و... يعني اللي بين ايدينا الفاندايك العربي الفاندايك ده ترجم من اللغات الاصلية لانه ده انت بترجع الى 1861 لما آه. ترجمت فاندايك لكنها ترجمت من المخطوطات الاصلية م. طيب نيجي بقى ليه سؤال مهم طب اذا كان عندنا الكم الهائل ده من المخطوطات م. ها؟ م. ايه سبب الاختلاف في المخطوطات؟ وعلى فكره اللي بيسال الاسئله دي اخواتنا المسلمين عشان كده انا عندي مفاجاه لاخواتنا المسلمين الباحثين اللي بيحبوا الدراسه والبحث صدر حديثا كتاب لعالم عالم هو يعتبر فعلا عالم في المخطوطات القرانيه هو الاخ محمد المسيح م. واسم الكتاب مخطوطات القرآن مخطوطات القرآن مدخل لدراسة المخطوطات القديمة م. والدكتور محمد المسيح هو تلميذ لناس مشهورين قوي أقول بعد أسمائهم م. هو تلميذ للدكتور جيراد بوين وهو محقق ومرمم مخطوطات صنعاء الشهيرة يعني م. واحد من كما ايضا الدكتوره اليزابيث بوين والتي قامت بدراسه تحليل مخطوطات صنعاء يعني هو واحد من المتخصصين القليلين جدا في مخطوطات القران وصدر هذا الكتاب وهو دلوقتي متوفر على امازون للباحثين اللي بيحبوا يدرسوا في الجزء ده انا حابب اقرا جزء من يعني عايز اوري للمشاهد انه ازاي كمان اي مخطوطه يعني التدقيق فيها ونسخها والمره اللي فاتت الدكتور منقذ قال ايه قال ان قال قال انه القران يعتبر في مصداقيته اقوى لانه تناقل بالتواتر وكان في الاف الناس اللي حفظاه اما الكتاب المقدس فلا يوجد احد حفظه وردنا عليه قلنا النص المكتوب اثبت من النص اللي بيتنقل شفهيا لانه نص مكتوب فنسخ م. المكتوب بيعتبر فيه الخطا اقل من ان انت تتناقل النص شفهيا الدكتور محمد المسيح كتب حاجتين مهمين جدا اول حاجه بيقول في في صفحه 23 بيقول جعل تعدد المصاحف واختلافها في عهد عثمان المسلمين يكفرون يكفرون بعضهم بعضا فراحت كل جماعه تنحاز الى قراءه معينه ما جعل امر توحيد هذه المصاحف في مصحف واحد ثم بمصحف الامام ضروره قصوى لحل هذه الاشكاليه والى اخره بعدين بيجي بقى بيتكلم عن ازاي تم حرق باقي المصاحف واتلافها لتوحيدها في مصحف واحد م. طبعا انت هنا عندك امكانيه انه يكون في حاجات كتيره اتغيرت موجوده م. انك انت تم اتممت بحرق لغيت كل المصاحف اللي كانت موجوده قبل كده فالنهارده احنا ما عندناش المصاحف اللي اتكتبت دي نقدر نقارن ونقول ان النص ده ما اتغيرش م. اللي يضمنني ان هو ما اتغيرش لكن حاجه تانية بيقولها في كتاب ما ضاع من القران رغم ما قام به الخلفاء من اجراءات للحفاظ على النص القراني الا ان واقع الامر يدل على ان القران قد ضاع منه الكثير منذ البدايات الاولى لتدوينه باعتراف بعض الصحابه والمقربين انفسهم م. حيث يقول عبد الله بن عمر لا يقولنا احد كنا احدكم قد اخذت القران كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قران كثير ولكن ليقل قد اخذت منه ما ظهر منه الى اخر طبعا النقاش في الجزء ده لكن انا بشجع طبعا آه، الاخوه الباحثين في موضوع مخطوطات القران لاقتناء هذا الكتاب الثمين ونشكر الباحث محمد المسيح على مجهوده الرائع في كتابه هذا الكتاب وزي ما قلت هو متوفر على آآ آآ امازون آآ فلو مم. انت في اي حته في العالم ممكن لو طلبته من امازون هذا الكتاب يوصل يوصلك فده مم. كتاب مهم جدا طيب نيجي بقى للمخطوطات بتاعتنا سيبنا من المخطوطات دي آه، القرانيه نرجع للمخطوطات الكتابيه سبب الاختلافات في المخطوطات آه، في اكتر من سبب لوجود اختلاف في المخطوطه م. اول حاجه النسخ اليدوي ودي عمليه شاقه ومتعبه جدا مرهقه مرهقه جدا يعني هنا النهارده لما تقعد تنقل مخطوطه فيها 5000 وشويه ايه م. وبتنقلها يدويا وانت على فكره اللي بينقل اليدوي ده بيرسم مش بي يعني مش السلابي اللي احنا بنكتبه ده ده كل حرف الحروف اللي بيسموها سكوير آآ سكريبت يعني كل حرف العبري بيبقى عامل زي السكوير المربع فدي ليها مقاييس معينه وما قدرش ينزل عنها ولا يزيد عنها انت بتكتب نسخ يدوي فكل نسخ يدوي قابل لإن القدرة الذهنية والتركيزية قد يكون في بعض الأخطاء اللي حصلت في النسخ ده وارد آه. لإنك أنت مش بتكتب عبارة أنت بتكتب صفر من الأسفار بتكتب مثلا التوراة اللي هي خمس أصفار بتكتب الأنبياء الصغار على بعض ال 12 صفر بتكتب سفر أشعياء ولا بتكتب ارمية يعني آآ يعني آآ المجهود بتاعه م. فكل وارد الغلط النسخ كانت بتكتب يدويا آه. الفتره الزمنيه اللي استمر فيها كتابه المخطوطات يدويا م. لو قلنا ان العهد الجديد اكتمل سنه 92 آه. والطباعه بدات اكتشفت في 1500 م. فانت عندك حوالي 1400 سنه عمال تنسخ مخطوطات العهد الجديد بتنسخها بطريقه م. يدويه حاجه الثالثه الكم الهائل وده بقى اللي الاخوه المسلمين بيلعبوا عليه آه آه لعبه آه يعني آه مش امينه. م. يقول لك الكم الهائل من الاخطاء اللي موجوده في المخطوطات وزي ما الدكتور منقذ واحد قال له كم يعني كميه كبيره قال له كلمه كبير ما ينفعش <applause> لازم نقول هائل آه. ماشي هو ليه هائل؟ اولا انا لو عندي لو عندي هقول مثلا العهد الجديد كله عندنا حوالي 25000 مخطوطه لو في ال 25000 مخطوطه دي حرف واحد في كل مخطوطه ها اه؟ اتنقل غلط عندي يبقى انا عندي, عندي كام غلط 25000 غلطه لو عندي غل... حرفين يبقى عندي كام غلطه 50000 50000 ألف. ألف. هو بقى يجي يقول لك ايه 50000 خطا وهم غلطتين وهم غلطتين م. يعني هو بص بيلعب اللعبه ازاي 50000 خطا ف يعني هما غلطتين متكررين متكررين لانه نفس المخطوطه لنفس نفس الكتاب بالظبط آه. كويس ف... آه. ف... فالفكره انه الالاف المخطوطات يعني هندي مثلا ابسط مثلا لو واحد حضرتك مثلا عملت كتاب جديد من فتره الكتاب في البدء لو حضرتك بعد ما طبعت الكتاب آه، وانت بتفره كده لقيت غلطه انت مش قصد يعني مش كاتب الكلمه دي تلاقيها في حضرتك أول, أول, أمر أمرته للمكتبة قلت لهم عايز عشر تلاف نسخة هل معنى ذلك أن العشر تلاف نسخة اللي حضرتك طبعتهم فيهم عشر تلاف غلطة؟ لا. ولا هي غلطة واحدة مطبوعة؟ بالظبط هي, غلطة غلطة. هي دي, دي, دي آه. فدي هم بيلعبوا على النقطة دي طبعا ولأنه المشاهدين كتير من حضراتهم مش بيبقوا يعني دراية بالمخطوطات يعني آه مش بيبحثوا ف, يا ف... يعني بيلعبوا على على الجزء ده الحاجه اللي تيجي تسالني سؤال تايب اسيس اشرف دلوقتي انا آه عندي مخطوطتين كويس عندي مخطوطه وعندي مخطوطه ولقيت في اختلاف في كلمه في المخطوطين آه اي مخطوطه اللي اخد بيها اللي اخد بيها ولا تعتبر يعني ليها وزن وليها ثقل اني مخطوط اخد بالقرايه دي ولا أخد دي هنا علماء المخطوطات لنا أربع مبادئ طبعاً لكل قاعدة استثناء إحنا مش م. بنحط قواعد آه تمشي بس الأغلبية بتمشي على معظم النصوص لكل قاعدة استثناء في حالات ممكن ما نطبقش عليها الحاجات دي لكن في أربع مبادئ مهمين جداً لدارس المخطوطات وإحنا بنتعلمها لما بنيجي نشتغل في المخطوطات إنه آه الأربع مبادئ دول مهمين قوي أول مبدأ النص الأقدم يفضل عن النص الأحدث، يعني إيه؟ تاريخيًا. تاريخيًا،, <تاريخيا. <تاريخ> يعني أنا عندي المخطوطة دي تعود إلى سنة 130 ميلادية، والمخطوطة دي تعود إلى سنة 200 ميلادية. آخد بأنهي واحدة؟ غالبًا هرجع لل 130 كويس؟ ليه؟ لأنها الأقدم. فدايمًا الأقدم له الثقل <تاريخ> 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 آه، مز... ثقل عن الأحدث. ما أنا بقول كل قاعدة لها استثناء طبعًا، كويس؟ <تاريخ> <تاريخ> حاجة <تاريخ> النص الأقصر يفضل عن النص الأطول م. بمعنى إيه؟ دايما الناسخ ممكن يعني وهو بينسخ يلاقي كلمة مش مفهومة م. فممكن يحط كلمة جنبها يوضحها، كويس، فالميل للزيادة هو اللي موجود، م. مش الميل للنقصان. ده, ده الطبيعة البشرية بتاعتنا. فالنص الأقصر لو أنا عندي نص أقصر م. يفضل عن النص الأطول تمام. يعني آه يعني آه بعض مثلا المخطوطات إنه لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع سالكين ليس حسب رومية 8 رومية رومية 8 كويس لو جيت مثلا للنص دون في رومية 8 اذ لا شيء من الدينونة الآن على الذين آه في المسيح يسوع آه الذين هم في المسيح سالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. م. كلمة السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح موجودة في بعض المخطوطات ومش موجودة في مخطوطات أخرى. م. كويس؟ فلما باجي بدرس النص ده أقول أه دي موجودة في مخطوطات ومش موجودة في مخطوطات أخرى. طيب موجودة المخطوطات اللي موجودة فيها دي مخطوطات قديمة ولا مخطوطات أحدث؟ كويس؟ أه فبحط المبادئ دي طيب هنا الميل انه يحط العباره دي ولا الميل ان هو طب لو لو العباره دي مش موجوده هل اثرت على المعنى ولا ما اثرتش يا فاهم بس هي في جات لنا كده هي اه يعني هي لانه احنا أعتقد اعتمدنا في كل كمان. اعتمدنا اكتر على النص البيزنطي أه لكن ممكن النهارده اكتشف مخطوطات جديده تعود اقدم من المخطوطات اللي عندي دي و وتخليني اقارن ده بده فالنص الاكثر يفضل عن النص الاطول تمام. النص الاكثر انتشارا يعني لو النسخه دي اللي انا ناقل منها او بقراها موجود منها في اسيا الصغرى موجود منها في روما موجود منها في اسكندريه موجود منها في انطاكيا موجود منها في اورشليم يبقى ده ده اميل اليه اكثر مم. النص الاكثر انتشارا مم. جغرافيا آخر حاجة، النص الأصعب الأصعب؟ يس yes. الأصعب يبقى الأقرب لأنه زي ما إحنا بنميل للتطويل نحن نميل للتبسيط التبسيط. كويس؟ فالنص قريته أصعب هو اللي ممكن يبقى أقرب طبعاً أنا بحط الأربع مبادئ دول كويس؟ م. لأي واحد بيدرس أي حد هيدرس المخطوطات وعايز يقارن ويعني هيدرس علم اللي هو نقد النص أو التكشوال <applause> criticism دي من الحاجات الأساسية جدا اللي بيتعلمها أول واحد في أول كورس بياخده عن نقد المخطوطات. طيب أنا هذكر أنا عارف إن الوقت مش مش هيسعفنا لكن عندي لا معايا لسه عندي عندي فيديوهين وأكمل المرات الجاية عن المخطوطات لكن عندي فيديوهين بيتكلموا عن نصين بيثبت منهم يعني الأول هو بيتكلم على العهد الجديد المحرف فهل فعلا تم تحريف العهد الجديد مم. وعلى أي, اي اساس تم تحريف العهد الجديد خلونا نشوف الفيديو ناخد فيديو اللي ونحطي. جاي عن تحريف العهد الجديد أوكي. هل حرف العهد الجديد نعم حرف من الذي حرفه كثر تعرض الى انواع مختلفه من التحريف اول نوع من انواع التحريف تحريف الانجيليين انفسهم متى كان يحرف لوقا كان يحرف الانجيليون كانوا ينقلون عن بعضهم ولما ينقلوا عن بعضهم ما كانوا امناء في النقل متى نقل 90% من انجيله من مرقس لكنه في بعض النقاط خالفه لوقا نقل 51% من انجيله من مرقس لكنه في بعض النقاط خالفه اذا لم يكن امينا في النقل ما كانش امين في النقل هو اول قاعده حطها انه بما انه مرقس هو الكتاب الاول وبالتالي متى اخذ من مرقس ولو اخذ من مرقس فالانجليين اللي كتبوا الاناجيل لم يكونوا امناء في النص فقاموا بالاقتباس من مرقس وغيروا بعض الاشياء عن اللي موجوده في مرقس انا هاخد المبدا ده قبل ما اتكلم عن صحته او او او, أو غلطه هاخد المبدا ده واطبقه على القران نفسه تمام كويس من اين اتى القران بكل قصص الانبياء في العهد القديم وايضا بحياه الرب يسوع وذكر عنها في القران من اين اتى بها الم يكن هذا اقتباس من العهد القديم مم. الم تكن قصه ادم اخنوخ نوح موسى الخروج من مصر قايين وهابيل يونان ميلاد المسيح العزراوي حياته وخدمته معجزاته الم تكن هذه القصص موجوده قبل القران بمئات السنين فعندما اتى القران اقتبس هذه القصص وغير فيها وبدل فيها لكي ما يتناسب مع هواه هو, هو كويس واقدمها على انها فاذا طبقت المبدا الذي يقول عنه هو انه سبب الاختلاف او التحريف يبقى اول حاجه محرفه النص القراني ده حاجه نيجي بقى طب ليه ليه ما اتخذ من, من مرقص وليه اللي اخذ من مرقص اولا القصه واحده قصه واحده الروايه واحده الشخص واحد الموضوع واحد فعشان كده التشابه موجود لأنه يعني احنا عشنا او التلاميذ عاشوا يوحنا يقول كده الذي رأيناه الذي سمعناه الذي لمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة يعني عشنا معاه شفنا معجزاته شفنا حياته سمعنا تعاليمه رايناه وهو معلق على صليب رايناه وهو مقام من بين الاموات رايناه وهو صاعد يقيم للسماء رايناه وهو يصنع ويقول الى اخر الاشياء دي فاحنا بنكتب القصه اللي احنا شفناها م. مع الاختلاف انه زي ما قلت قبل كده انا بكتبها كصحفي انت بتكتبها كطبيب انت بتكتبها كرجل بوليس كل واحد فينا بيكتبها من للغرض. عين متى كتب لليهود، مرقس كتب المسيح الخادم، لو كتب المسيح الانسان إنساني. الكامل، يوحنا قدم المسيح ابن الله، فبالتالي اختار من حياه المسيح ما يحقق الغرض والهدف من توصيل هذه الرساله، لكن لم يكن اختلاف في النص. م. هو كل شخص من الاربعه اهتم بجانب بالظبط اهتم بناحيه من نواحي شخصية الرب يسوع. بالظبط. ناخد الـ الـ الاعتراض الثاني، في آه. بقى شوية اعتراضات هو الدكتور سقار حطتهم مم. احنا ممكن نحاول في الوقت ناخد اللي نقدر عليه ونجاوب عليه. ناخد موضوع انه المسيح ولد في الناصرة، او سوري تربى في الناصرة، وبهذا سمي ناصرياً لكي ما يتم ما قيل بالانبياء انه يدعى ناصرياً. مم. شوف التعليق. ايضا في متى 2 على 23 يقول: واتى وسكن في مدينه يقال لها ناصره، المسيح سكن في مدينه يقال لها ناصره، لكي يتم ما قيل بالانبياء، قلنا بانه مغرم في تطبيق النبوءات التوراتيه، لكي يتم ما قيل بالانبياء يعني بالتوراه انه سيدعى ناصريا وتروح على التوراه وتفتحها صفحه صفحه وتبحث فيها وين جاء حديث ناصري فلا تجد <applause> هو عندك حق طبعا انت لو قعدت تدور في التوراه صفحه صفحه مش هتجد الايه اللي بتقول انه سيدعى ناصريا ناصريا وبكده انت حطيتنا في مأزق زي ما انت بتقول طبعا ال هذه الاشكاليه الظاهريه آه لها حل م. ولو هو فتش في كتب التفاسير كان ريحنا م. لانه الحلول كثيره وتوضيحها ليس بالامر الصعب هقول تفسيرين للنبوه دي النبوه بتقول ايه لما الرب يسوع طبعا رجع مع مريم ويوسف من مصر يقول الكتاب واتى وسكن في مدينه يقال لها ناصره لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا. كويس؟ فنص زي كده نبوه زي كده ستريت فورورد بالنص ده في العهد القديم مش موجوده. يعني زي ايه؟ مثلا متى قال هل عذراء تحبل وتلد؟ هو رجع لاشعياء اصحاح سبعه وعدد 14. موجود. موجوده. كويس؟ وغير موجوده وغيره وغيره يعني. فهنا هل هل السؤال بقى هل اخطا متى؟ ده في حاجة كويس. كمان ده ما قالش بنبي قال مثلا معين ده قال بالانبياء يعني بالانبياء جملة الانبياء ان انا طول ما انا ماشي وبفر كده مع الانبياء الاقي الآية دي موجودة كويس كويس اه, آه. طبعا التفسير الاولاني آه لكلمة ناصري متى أول حاجة قالها لكي يتم ما قيل بالانبياء م. النبوات الأخرى كان يقول لكي يتم ما قيل بالنبي واوقات كان يقول لكي يتم ما قيل باشعياء او لكي يتم ما قيل بفلان فهو بيعود لنص ويعود لنبي سفر معين هنا قال كما قيل بالانبياء بالجمع وليس بالمفرد نبي زي ما انت بتقول كويس ولهذا فالمتى بيشير الى مجموع نبوات وليس نبوه واحده مجموع من نبوات قدمت عن المسيح كويس حقيقه انه هيعيش في الناصره ويدعى ناصريا كويس النبوات دي اللي في العهد القديم بتتحدث عن حاله الاتضاع حتى الاحتكار التي سيكون عليها شخص المسيح كويس بمعنى ايه؟ انه امن الناصره يخرج شيئا الناصره كانت مشهوره جدا بانه الناس كانت تنظر اليها نظره احتقار م. يعني لانها كانت مدينه فقيره جدا ومدينه بتتعامل مع الرومان و... و... وكانت مدينه لا يخرج منها الصلاح لا يخرج منها ابدا من الصلاة فالمسيح عندما سكن في الناصره كويس آه. يقول يقول عنه في حاله الاتضاع بتاعته انه محتقر م. ومخزول رجل اوجاع ومختبر الحزم يعني المسيح لم يتربى في اورشليم ولا في مدينه عظيمه من المدن اللي كانت م. موجوده، لكن المسيح نشأ وتربى في مدينه الناصره، لدرجه انه ناثنائيل يوم قابل الرب يسوع سأل السؤال ده من الناصره يخرج شيء, شيء صالح. كويس؟ فكان معروف عند الناس. لو رجعنا الى مزمور 22 وعدد 6 وعدد وعدد 13 واشعياء 49 وعدد 7 وأشعياء أيضا 53 عدد 3 وميخا هذه النبوات تتكلم عن حالة الاحتقار أو الاتضاع أنه لا منظر له ولا جمال فنشتهيه رجل أوجاع ومختبر الحزن كنبتة لا يعتد بها أحد كويس لما نيجي نطبقها مدينة الناصرة احتلت مكانة محتقرة عند اليهود ولهذا قال نسنائيل من الناصرة يخرج شيء صار لهذا فالنبوة لا تتحدث عن مكان محدد في العهد القديم بل هي تشير الى حاله الاتضاع التي سيكون عليها شخص المسيح <applause> ده التفسير الاولاني كويس قوميا يعني مش قوميا مش هيدعى ناصريا يعني معاه اي دي ناصري لا ولا هو لانه في نص آه. قال هو الحاله اللي فيها كل شعب الناصره هيكون واحد منه اه يعني انت 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 مثلا ايه بتنتمي الى مثلا بلد من البلاد فانت بيطلق عليك لو مثلا لو مثلا مصري او الماني أو لما تيجي كلمه الماني اه الشعب المخترع بتاع العربيات مش عارف ايه اللي بيتميز بكذا آه الشعب المصري آه كذا 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 آه يعني فانت بتاخد بتاخد الصفه فهو يدعى نصريا بمعنى انه يحتقر اه نبقاش له جمال ولا منظر ان الناس حتى تتوقع انه شيء صالح يخرج من النصر يعني يو انه يو سيدعى نصريا هنا بيوصف حاله بيوصف حاله مش بيقول قوميته هتبقى ايه بالظبط آه. التفسير الثاني خلي بالك علم الاثار اكد لنا كده خلينا م. دي مدينه الناصره منظر كده يعني آه سكرين شوت ليه في تفسير ثاني آه. اه اه ده, ده دي مدينه الناصره لما عملوا اكسيفيشنز او آه علم الاثار قعد يدور في الـ في, الـ في البيوت آه. ويحفر آه. لم يجد بيت عظيم يعني مثلا لو رحت اورشليم تلاقيت بيوت امراء، آه. بيوت اغنياء، أيوة. بيوت ضخمه، قصور، الناصره ليس فيها شيء من هذا هي تعتبر قارئه مثلا؟ اقل ما يمكن آه. يعني كل البيوت بيوت بسيطه جدا، فقيره جدا، معدومه جدا كان عدد سكانها 1800 شخص م. فالمدينه لم يكن يعني لا يتوقع منها اي شخص ان يخرج منها شيء كويس كويس ده التفسير الاولاني، التفسير الثاني لكلمه ناصري وده برضو تفسير مهم جدا مبني على اشعياء 11 وعدد واحد م. ويخرج قضيب من جزء يسا وينبت غصن من اصوله كويس؟ كلمه غصن بالعبري الكلمه العبريه المترجمه غصن هي ندزر كويس؟ ندزر غصن بمعنى ايه؟ حاجه نبته ليس لها قيمه انت ما تبصش دايما للغصن انت تبص للشجرة تبص لل... لل... للأصل بتاع الشجرة م. لكن لو نبتة صغيرة م. ملهاش أي منظر ما... لا تنزل لها فكلمة نتزير بمعنى غصن صغير بلا قيمة متواضع وفقير نفس المعنى برضو اللي بيشير إلى كلمة ناصريا ومحتقر وهذا معنى كلمة ناصرين التي قال متى أنها تحققت في شخص المسيح أنه نبت قدامه كغصن كغصن في أرض يابسة، بمعنى إيه؟ إنه في وسط البيئة الصعبة اللي 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 ولد فيها الرب يسوع، نبت قدامه كغصن، كنبتة صغيرة، لا منظر له ولا جمال فنشتهيه، محتقر ومخزول رجل أوجاع ومختبر الحزن، فالكلمة غصن تشير إلى حالة الاتضاع التي عشان كده علشان كده متى قال بالانبياء متى لم يخطئ مم. متى قال مجمل النبوات اللي بتتكلم عن المسيح تتكلم عن شخص متضع فقير ليس له اين يسند حتى راسه. كويس فده ده 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 مهم جدا. يعني آه التفسير الموضوع اللي... مختلف خالص يعني الموضوع مختلف آه. خالص مش حرفي ف... يعني ان في نبوات كثيره اقتبسها متى حرفية مم. زي ما قلت مثلا انه يولد في بيت لحم واما انت أَفْرَاتَ فليس الصغرى ميخا خمسة واحد آه انه يولد من عذراء وهل عذراء تحبل وتلد ابنا انه نبوات كثيره قال انا عطشان آه على ثياب القى قرعه كلها كان بيرجع لنبوات مكتوبه مم. مم. لكن بعض الاوقات كان يرجع الى مجمل الفكره مم. اللي قيلت بالانبياء الانبياء تكلموا عن يسوع مم. وعن حاله الاتضاع التي سيكون فيها المسيح هذه حالة اللي تضاع أنه كغصن ناصريا نذير ناصريا وصف لي الحقيقة الوقت ما عندنا كمان شوية بس لسه ما أنا عارف طبعا هنكمل يعني إن شاء الله نكمل الحلقة اللي جاية بقية الجزء سوا. الأخير اللي حضرتك عايز تشاركنا بيه بشكرك يا دكتور أشرف أفن. على كل الرب بدهولك لينا وكل المعلومات اللي محتاجين نعرفها فعلا شكراً. لأنه لازم نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، وأنا كمان بدعوك عزيزي المشاهد إنك مش بس تسمعنا، مش بس تقعد قدام الحلقة تتفرج علينا، لأ إنك بعد الحلقة ده يكون سبب إحنا بس بنحرك جواك أسئلة أو بنقول لك إيه اللي بيطرح على كلمة الله حوالينا ومفهوم الآخرين عنها إيه، عشان تدور وتبحث وعلشان تكون عندك استنارة مش بس روحية لحياتك الشخصية ولكن كمان معلومات هامة جدا تقدر تجاوب بيها كل اللي بيسألك أشكرك وانتظرونا في حلقة قادمة إلى لكم مني كل الشكر